اهلا وسهلا ومرحبا بكم في العدد الاول من برنامج ستار توك. برنامج ستار توك برنامج يتعدى على شان يوتيوب تاعنا. مرحبا بكم، ما تنساوش ابوني فوق على شان يوتيوب تاعنا. مرحبا بكم في ستار توك. ضيفنا اليوم في برنامج ستار توك هو يختم على روحه برشا. اكتشفناه يغني ويكتب وساتا إلى حد. من آخر مشاركته كان في مهرجان أغنية تونسية في أغنية دموع المدينة. تعرفنا هو الفنان والمطرب التونسي فادي فتحي. خلينا نتعرف عليه أكثر تفاصيل. مش طبعنا نجرح قلوب بتحبنا، مش طبعنا ولا عمره يبقى طبعنا. قالوا علينا يا قلبي بعنا، قالوا علينا فيهم خدعنا، قالوا علينا حاجات مش فينا. وسيبهم سيبهم يا قلبي لربنا. مرحبا بيك فادي فتحي. اهلا وسهلا كمان، مرحبا بيك، مرحبا بيك في داري، ومرحبا بيك في حومتي. وان شاء الله ان شاء الله نعمل حوار كما عودنا الناس، معناها يكون فيه اضافه، وان شاء الله حتى اللي ما يعرفنيش يتعرف علي من خلال الحوار هذا ومن خلال الكاميرا نتاعك. فتي فتحي، جمهورك عرفوك في البرنامج مواهب انت ستار. صح، انت ستار 2013 تقريبا، كانت تجربه حلوه. انا وقتها كنت صغير برشا في العمر، لقيت روحي في منافسه معناها تتعدى مباشره في قناة حنبع، اللي هي وقتها تعمل في نسبة مشاهدة كبيرة. دي مش حنبع تقريبا في 3 ملايين على حد. تجربة حلوة، قدمت لي على المستوى الفني الكثير، ربحت فيها عباد، ربحت فيها برشا يعني نصايح من لجنة التحكيم، من فنانين، من ناس موجودة في الميدان، من الجمهور، لأنه يعني حتى في الشارع كنت كندور الناس معناها تحكي معايا على الإميسيون. دونك الحقيقة كانت تجربة مهمة جدا في حياتي وفي الوقت هذاك وفي العمر هذاك. بعد انت ستار خرجت عمد غناء بعنوان انت خير الناس. بالضبط، واللي من كلمات والحالف انا شكري بوزين. بالضبط، هذيك تتسمى ثمرة البرنامج الحقيقة، غناية انت خير الناس، لانه الاقتراح خرج من الفنان الكبير شكري بوزين في البرنامج نفسه في الفينال. نتذكر قال باش نعطي غناية للفنان فادي فتحي، باش نحاول نحطو على ثنية صحيحة، باش نحاول نعاونو، وهذاك اللي تم. تقريبا بعد شهرين أنتجنا الأغنية، وكانت بصراحة معناها وجه السعد علي، لأنه بعدها عملت 11 ولا 12 أغنية أخرين، تعلمت بها هي كيفاش ننتج أغنية، كيفاش أغنية تكون مجرد كلمة ولحن تتنفذ وتدخل وتتوزع وتقطع هكا 3 مينوت ولا 4 مينوت اللي يحبوهم الناس واللي يشيخوا عليهم. فا انت ستار وبعديك الغناية انت غير الناس كانوا حاجة مهمة في حياتي برشا. الفنان شكري بوزين كان على طبيعته، ولكن انا اللي شربت منه حاجات، انا اللي خذيت منه حاجات على مستوى طبيعته معناها، ومستوى شخصيته الانسانية، وعلى مستوى شخصيته الفنية، لانه احتكيت به وقت نتذكر مشينا بررنا في المنزل نتاعو. شفت معناها حاجات اللي كان نقتدي بهم، نجم يساهموا ويساعدوني باش نكون ناجح ان شاء الله. من عيون الناس والله والله نغير عليك يا عمر عليك، ما يهنالي البال الا بين ايديك. من خوف عليك تحملني تحملني كل جنوني، وعدتلي انور عيوني انور عيوني. اسمعها مني نقولها لك، اسمعها مني انا عشقي غير اللي في بالك، اسمعها مني انا عشقي غير اللي في بالك.
كانك نعشق غير فيتي. عملت فيديو كليب مغرورة مغرورة صحيح. أول فيديو كليب تاعك كانت مصور؟ أول فيديو كليب. أول فيديو كليب والغناية كانت أول غناية نكتبها ولحنها من كلماتي ولحاني باللهجة اللبنانية. ما لقيتش صعوبة لأنه احنا تعرف التوانسة ما عندناش مشكلة محمد على اللهجات. كليب مغرورة تنفذ كما الحلمة معناها كان كما حلمة والحقيقة من اليوم ليش فيها وقتها كيفاش تنفذ. كانت كان فريق ممتاز فيه 18 شخص تقريب إخراج خويا أمير الدريدي. خدمنا خدمة مأمنين بها برشا حب. تعبنا صحيح ولكن بعد لقينا ثمرة حلوة. هبط الكليب حبوه الناس عادة حتى في القنوات التلفزية ولكن بعد فاجأت انه تنحى من اليوتيوب. ما حبيتش نرجعه قلت خليني ننظم اموري على اليوتيوب معناها وتكون عندي القناة معناها اللي فيها خدمتي الكل معناها منظمة بالاوراق نتاعها بتعرف الامور هذية واصلا حتى وقت محاولتي ما نعرفش هو اللي صار باش الكليب تنحى. ان شاء الله تخي بيانتو باش يرجع الكليب على الانترنت والناس اللي ما تعرفوش توا تكون فرصة تشوفوا الكليب. انا الحقيقة وقتها في البريود هذيك معناها 5 سنين تالي ولا ما عادش قداش عنده من يتفسر ما كانتش عندي دراية كبيرة باليوتيوب. تلقيته تنحى قلت ايت يا قلت خليه طون ميو خليه بعديك نهبطو يكون معناها موجود في شان يوتيوب اللي هي جديدة قاعد نحضر فيها باش يكون فيها الخدمة تاع الكل الأغاني تاع الكل باش يكونوا منظمين في شان يوتيوب هذي. ببساطة أنا بحبك وأنا مش طالب سوى قربك. ببساطة أنا بحبك وأنت عامل مش هنا يا حبيبي أنت مش عارف بين عيوني صورتك شايف. عملت كلها اللي هيكس فيديو صح. هذيك كمال استراتيجيه مش برانا خاكر بطل انا ماذا بيا الاغاني تاع الكل يهبطوا فيديو كليبات ولكن الامكانيات مش موجوده ومش سهل تصور كليب في تونس اذا كان عندك ذوق سورتو نجم تعمل كليب معناها نفخت واو تحشم بيهم بعد كل حاجه معناها اللي تقلقك العريق. انا بنحب نعمل كليب بالكدا وفي المستوى هذا هذا يطلب امكانيات مش موجودين. دونك استعملت تقنيه الكلمات اللي هم مصاحبين الصور وهكا فما شويه حركه في الفيديو باش اللي يسمع في الغناء ما يقلقش وتكون حاجه في المستوى وهذا من جاي من الاحترام تاعي للجمهور وللمشاهدين. قديش عندك اعمال غنائيه؟ تو عندي 12 غنايه وبالغنايه تاع مهرجان الاغنيه اللي شريت بها مؤخرا ولو 13 ليلة والبرد ساكن شوارع المدينة كل المساكن إلا عيون حزينة. عشر سنين الفرحة غابت عني رحلوا عنها اثنين لبولا أم تحضن. بنت عشر سنين الفرحة غابت عنها رحلوا عنها اثنين لبولا أم تحضنها. لا حد عليها حنين غير الأسى ساكنها. لا حد عليها حنين في شوارع المدينة. شاركت في الأغنى هذه في السنة الثالثة المهرجان أغنى التونسية بالضبط. بعد الغناء بعد في السنة الثالثة
شو صار؟ مفاجأة الحقيقة، لأنه باش نبدأ واضحين بعد ما غنيت غنيتي الناس كانت معناها تقول الغنية هذه باش تتوج، وحتى الصحفيين كانوا معناها أشادوا بالغنية وعجبهم الأداء نتاعي، ولكن بعد فاجأنا وكون الغنية ما توجتش في سارة الاختتاب. كانت لي حقيقة مفاجأة كبيرة، أنا عمري ما نبني أمان على حاجة مانيش متأكد منها، ولكن اللي زيكو وقتها ونتاع الانتوراج نتاعي ونتاع الناس الحاضرة الفنانين الموسيقيين الصحفيين كلهم قالوا الغنية هذه باش تكون عندها جائزة، ما نعرف شنو صار. وإذا كان معناها غنيتي وأنا تظلمنا فربي يهدي وكرم. وشكون والله شوف كمال، أنا عادة في تجاربي الكل نحاول نحط اللوم ديما نحطه عليا، ما نلوجش مني نطيش اللوم على الناس ونقول ظلموني، نقول ديما بلكشي أنا قصرت في ناحية ما، بلكشي أنا بيتيتخ في مارج الأغنية نهارتها ما كنتش في فورما، بيتيتخ أنا قصرت شوية، ولكن الحمد لله هذه تجربة مشاركة في مارج الأغنية في حد ذاتها تتويج، وجاي ان شاء الله خير. مازال فما معنا اديسيونات اخرين من مهرجان الاغنيه باش نكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله. فيدي فماش اغنيه تمنيت شات نتاعك؟ يا ابي صبر باهي، اغنيه نحبها برشا وتمنيت لو كانت لي انا، وباش نسعى ان شاء الله انه نغني اغنيه تكون تشبه لها شويه في نفس الجو هذاك والرونق هذاك، وتكون هديه للبابا ربي فضله اللي هو فضله كبير عليا في انه انا اليوم فنان وقاعد نسعى باش نحسن من معناه باش نكون اسمي وباش نقدم بالاسم نتاعي باش ننتج وكل، فما حاجه غرسها فيا بابا اللي هي الطموح، غرس فيا موهبتي اكيد راجعه اللي هو لانه هو فنان ويغني والناس تعرفه. نحب هديتي تكون بغنيه في الجو نتاع اغنيتي ابي صابر بيه. غنيت غنية تراثية ليبية بالضبط، كانت ثاني غنية في الانتاجات الخاصة نتاعي، جات بعد انتي غير الناس، تراث ليبي توزيع محمد الجريتلي تحية ليه، تحبت برشا خاصة في الجنوب التونسي معناها حبوها الناس تحسنوها، لأنه تعرف الجو الجنوب كيما يخرج شوية الجو ليبي والجو هذاك مشتركين في الجو نتاع الموسيقى. غنية تجربة من التجارب اللي خذتها فرحان بها برشا برشا. فماش كنية تغني أغاني مغربية؟ غنيت أغنية مغربية، غنيت حبك في أمات من كلماتي والحاني زاد، وكتبتها ولحنتها باللهجة المغربية، موجودة على اليوتيوب. برشا صحابي مغاربة الحقيقة بهتوا قالوا لي كيفاش أنت تونسي وتكتب باللهجة المغربية، ما هي سهل تكتب باللبناني أوكي بالمصري أوكي، ولكن بالمغربي كانت مفاجأة بعض الناس، والأغنية موجودة الحقيقة وتعدت برشا في الراديو. أستاذ موسيقي توا في الأكاديمية محمد جبيري؟ في برشا بلايص، معناها نقري في ليزيكول ونقري في الأكاديمية تاع الفنان محمد جبيري توا تقريبا هذا الرابع أو خامس عام، وأصبحت من رفقاء درب محمد جبيري، لأنه علاقة العمل مع العلاقة الفنية، وجات بعدها التعامل تاع غنية بوزينك بيني وبينه معناها غنيت من كلماته ولحانه، خلق علاقة أخرى بيني وبين الفنان محمد جبيري، فيها برشا احترام برشا صداقة وبرشا صدق. وسرك محلاك دلولك واتاك قدك يسحرك تتبخر يا سكر يا عسل يا سكر يا عسل وحبك يا حبي يا ساكن في قلبي هابل بيك نموت عليك يا سالب لا قل نشوفوا فيتي في هذه الغده اغاني ماجد للاطفال. باش نبداو واضحين، ساعتها تقريب كتبت ولحنت زوز اغاني للاطفال ماهمش موجودين على الانترنت وما عملتهمش في الاستوديو، حفظتهم للصغار كانوا من كلماتي والحان.
فما زاد زوز اغاني اخرين ولا اغنية اخرى خديت كلمات من الانترنت ولحنتهم انا ونحفظ فيهم للصغيرات، لانه ما تعرف فما نقص كبير في اغاني الصغار. دونك نجي نلوج باش نحفظهم، وليت انا نعمل ايفور اني نكتب ونلحن حويجه ونحفظها لهم. ان شاء الله نهار ندخل الاستوديو وننتج اغنية تكون من الصغار. هذايا نجم نوعدك قريب 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 الحكايه هذه، لانه المشروع في مخي ويلزمني نعمل. فيتي وديو مع اي فنان تونسي ولا اي فنانه تونسيه تتمنى تعمل مع ديو؟ والله انا اكتشفت درنيرمون فنانه بشرى سعيد، هي مازالت يعني قاعده تشق في طريقها ومعني في البدايات نتاعها، ولكن فنانة عندها بتقول في روحها صوتا وحضورا وحتى معناها على مستوى الأخلاق على مستوى الثقافة، وأنا نمن بالحاجة هذو من كل. فإذا كان لي ديو إن شاء الله يكون مع الفنانة بشرى سعيد، من وجهة تحية عرفتها في مهرجان الأغنية، ما كانتش دقيق ما كنتش نعرفها، واكتشف باهي معناها بالنسبة لي أنا بتدخ نهار تشوفنا من بعضنا نعرف في غناية مشتركة. فيتي والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي هي اليوم عالم وحاجه امبورطونت برشا بالنسبه للفنان في خدمته، تقريبا بدات تاخذ في بلاصه الاعلام، وهي الاعلام البديل اليوم بتتخ. الحقيقه انا ولد العصر هذا، والسوشيال ميديا معناها ماهيش حاجه جديده عليا، ماهيش حاجه اللي انا قاعد نحاول نطور روحي لها. لا، انا عمري 12 سنه على الفيسبوك، مغروم بال معناها إين معناها فاهم اللعبة الكل، ولكن ممكن عندي شوية تقصير على مستوى تعاملي مع السوشيال ميديا كفنان. فيسبوك ولا انستغرام؟ حاليا فيسبوك، أما ماشي في توجه إنه الانستغرام يلزمه يخو قيمة أكثر من عندي أنا، لأنه استنست بتدخل بالفيسبوك وفيسبوك أقدم، قعدت ياسر مركز مع الفيسبوك. اكتشفت مؤخرا انه اليوتيوب اهم، واليوتيوب هو المستقبل، بلوتو الانستغرام هو الاهم وهو المستقبل. هذاك علاش شر باش تلقاني موجود اكثر في الانستغرام. خش انه بيتي فتحي، كلمة ختام شو تحب تقول؟ كلمة الختام كمال، مرحبا بيك في داري، مرحبا بيك حذايا، نورتني. ان شاء الله كنا في ظل على الناس اللي تفرج فينا، ان شاء الله اللي ما يعرفنيش اليوم خذي علي فكره. بالنسبه للناس اللي تتبع فيا نقول لهم ان شاء الله تنحى المحنه هذيا وهالمرض هذيا، باش نرجعوا لانتاجاتنا، باش يرجعوا يشوفوني موجود كيما كنت بالكثافه اللي كنت، وان شاء الله بالافيكاسيتي سورتو. سكوب ممكن ليك انت وللناس اللي تفرج فينا، تخي بيانتو ان شاء الله باش نصور فيديو كليب أغنية موزينك، بشوفوه إن شاء الله على قناة اليوتيوب نتاعي، وبشكون موجود حتى في بعض القنوات التلفزيونية. مرحبا كمال، وميرسي بوكو للناس تفرج فينا.